أخي المواطن، أختي المواطنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسلسل هذه الحلقة الثانية التي نستضيف خلالها سعادة محمود أحمد أبسية، عضو مجلس برلمان الصوماليلاند. أطيب الأوقات أرجوها لكم، فابقوا معنا. نرحب بحضرتكم مرة أخرى في مسلسل هذه الحلقة الثانية، ونستعرض خلالها أهم الأحداث التي عاصرها الرئيس الراحل والثاني للصوماليلاند فخامة محمد حاج إبراهيم عقال رحمه الله، حيث يوافق يوم غد 3 من شهر مايو الذكرى 15 على رحيله عنا، حيث توفي بمدينة بروتريا جنوب إفريقيا في 2 أو 3 من شهر مايو عام 2002. بداية نرحب بسعادتك معنا أستاذ محمود أحمد أبسية. سعادة محمود أحمد أبسية، عضو مجلس البرلمان بالصوماليلاند، نود من حضرتك أن تطلعنا عن تاريخ الراحل محمد حاج إبراهيم عقال رحمه الله وأهم الإنجازات التي حققها طيلة حكم الصوماليلاند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحييكم أولا ونحيي الجمهور المشاهدين أينما كانوا، وطبعا نحن الآن في هذه الحلقة الخاصة نتناول فيها تاريخ حياة المرحوم محمد حاج إبراهيم عقال رئيس وزراء الصومال من عام 1967 إلى 69، ورئيس وأول رئيس لجمهورية الصوماليلاند من عام 60 إلى 6 أيام متتالية، وبعد ذلك أصبح الرئيس الثاني لجمهورية الصوماليلاند بعد استعادة الاستقلال في عام 1991. طبعا هي ذكرى مؤلمة وحزينة، ولكن ما يصبرنا ويعزينا هو أن محمد حاج إبراهيم عقال قد أورثنا وقدم للأجيال القادمة، لنا وللأجيال القادمة، الشيء الكثير، وأهمها هو إعادة بناء دولة صوماليلاند من جديد. فإذا بدأنا بنبذة مختصرة عن حياته، فهو رحمه الله ولد في عام 1929 في مدينة أودوينة التي كانت تابعة آنذاك لإقليم توغدير، وهي الآن عاصمة لمحافظة دادمرير. فطبعا هناك نشأ، ثم انتقلت الأسرة إلى شيخ وبرعو وبربرة، وقد تلقى تعليمه الأولي في كتاتيب تلك المناطق التي عاش فيها أوائل حياته. وكان محمد حاج إبراهيم عقال من خلال تاريخه الطويل الذي قد نعطي نبذة مختصرة عن إنجازاته فيما بعد، قد استطاع أو نمى ذلك تلك الإنجازات عن ذكاء خارق له وقيادة آسرة وفذة، استطاع من خلالها أن يكون دائما وأبدا في الصدارة من تاريخ الصومال بصفة عامة وصوماليلاند بصفة خاصة. إذن بعد انتقاله إلى بربرة، وكان أبوه من وجهاء القوم الله يرحمه حاج إبراهيم عقال، كان من التجار المشهود لهم بالصدق والأمانة والوطنية، فطبعا بعد أن تلقى علومه الأولية انتقل إلى بريطانيا ليتعلم الاقتصاد توجيها من أبيه لكي يكون وريثا له في إدارة شؤون أمواله الكثيرة في بربرة، وخاصة في بربرة. فطبعا ذهب للتعليم هناك في بريطانيا ليتعلم الاقتصاد،
ولكنه عاد سريعا بعد فترة قصيرة قضاها هناك وتعلم فيها كثيرا من العلوم التي دلت عليها ثقافته العالية، لأنه كان يجد ويجتهد أثناء إقامته في بريطانيا للتعليم. وعاد بسبب وفاة أبيه كما قيل، بعد أن عاد طبعا بدأت حياته السياسية. فطبعا كما يقول الحديث، كل ميسر لما خلق له، يبدو أن الله سبحانه وتعالى قد أعد له أن يكون زعيما سياسيا للصوماليين بصفة عامة وصوماليلاند بصفة خاصة. فأول ما عاد التحق بالحركات الوطنية التحررية في المنطقة، وكان هناك أكثر من حزب أو حزبين رئيسيين، SNL وطبعا هو الرابطة الوطنية الصومالية. طبعا التحق بها كأول يكون سكرتير لإقليم أو منطقة بربرة، ثم في عام 56 أصبح الأمين العام للحزب نفسه وقائدا للحزب، الذي بعد ذلك قاد المفاوضات مع بريطانيا للحصول على الاستقلال. ففي عام 1958 ذهب إلى بريطانيا محمد حاج إبراهيم عقال للمشاورات حول تحقيق الاستقلال لسومالاند أو الحصول عليها. طبعا الحركات السياسية في الصومال بصفة عامة وسومالاند بصفة خاصة كانت حركات سلمية سياسية، ولم تكن كفاحية كما في بعض الدول العربية أو الدول العالم الآخر أو في إفريقيا. فبريطانيا طبعا بعد أن يعني شعرت بأنه ضرورة أن يكون الاستقلال لسومالاند، أعطت الوعد بأن يكون في 26 يونيو 1960 أن تعطى سومالاند الاستقلال. طبعا خلال فترة الحركات التحررية كان هناك عوامل كثيرة أدت إلى أن يكون الأمة الصومالية بصفة عامة في أقاليمها الخمسة المعروفة خمسة الصوماليات كانت تسعى وتثوق كما كانت الأمم الأخرى إلى الوحدة وإلى أن تكون دولة واحدة. وطبعا سومالاند لم تكن أيضا بعيدة عن هذا المجرى. فطبعا خلال محمد حاج إبراهيم عقال رحمه الله ذهب مرتين إلى مقدشو لإجراء المفاوضات كما ذكرها في خطب ألقاها على مجلس النواب بمجلسيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ذكر فيه تلك الزيارات. وطبعا خلال هذه الزيارات استطاع أن يتفهم، لكن الوعي الشعبي الذي كان موجودا للحصول على الوحدة أو حصول الوحدة في عام 1960 كانت غالبة على المجتمع اللاند آنذاك، على شعب سومالاند يفضلون الوحدة. طبعا لأن الظروف كانت هكذا، فكانت الحركات التحررية في قمة أوجها وتدعو إلى تحرر إفريقيا من ربق الاستعمار، والوحدة وحدة الصف الإفريقي بصفة عامة، وكل شعب كان يتوق إلى الحرية والاستقلال والوحدة مع أولئك الذين ينتمون إليهم جنسا ولغة وتاريخا وطبعا دينا وغير ذلك من العوامل المؤثرة. طبعا لم يكن بدعا أن يكون محمد حاج إبراهيم عقال أول رئيس وزراء لسومالاند بعد استقلاله في عام 1960 26 يونيو رئيس وزراء سومالاند. فكان في 1960 في 26، ثم بعد ذلك حدثت الوحدة في 1 يوليو. فطبعا خلال هذه الأربعة الأيام أو خمسة أيام قد أرسل رسائل إلى العالم كله باستقلال سومالاند أو بتحرر سومالاند من ربقة حماية بريطانيا، لأنها كانت محمية وليست مستعمرة كما كانت عليها الوضع في إيطاليا. نعم. على كل ما جرى أنه تمت الوحدة هذه، ولكنها كانت وحدة اندماجية
لم يتوثق حقيقة الأمر. طبعا في ظل هذه الظروف السياسية محمد حاج إبراهيم عقال رحمه الله كان سياسيا وكان تواقا أن يكون هو أن يقود البلاد، فلم يتذمر مما وقع من ما شعر به من غبن بأنه حمل العلم من هرقيسة إلى مقدشة، ومع ذلك أصبح أول منصب يعطى له بدلا من أن يكون مثلا رئيسا للوزراء، طالما أن الوحدة هي الهدف والمطمح الكبير لشعب سومال لشعب سوماليلاند، فلم يفاوضهم ولم يعني يطلب منهم شيئا، فأعطوه منصب وزاري كان وزارة في عام 1960 إلى 1962، عمل وزيرا للدفاع، وطبعا كان رئيس الوزراء عمل تغيير وزاري، ثم نقل من عام 1962 نقل إلى وزارة التربية والتعليم في جمهورية الصومال، أو الجمهورية الصومالية كانت تدعى في ذلك الوقت. طبعا حاجي محمد حاجي إبراهيم عقال لم يكن يشعر بارتياح من هذا المنصب كما يعني ذكروا المؤرخين وكما أثبت التاريخ نفسه، فكان تواقا أن يكون هو الرجل الأول في صوماليا طبعا بصفة عامة. نعم. بعد الوحدة. نعم. فهنا وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يجاري الوضع، طبعا الوضع صوماليلاند وصوماليا كان فيه هناك اختلافات ثقافية، هنا كان الثقافة الإنجليزية وهناك كانت الثقافة الإيطالية، فطبعا كان هناك أكيد نوع من الاصطدام بين الثقافات. فالذي حصل أنه استقال عن المنصب رئيس منصب وزير التعليم، وبدأ يفضل أن يعمل ضمن الجمع ولم الشعب الصومالي والأمة الصومالية في حزب سياسي، فعمل حزب سياسي، وبعد ذلك انتقل من هذا الحزب السياسي إلى الحزب الحاكم في ذلك الوقت إسوائل، يعني رابطة شباب الصومال، انتقل هناك بعد ذلك إلى وعمل طبعا في الانتخابات، انتخابات 1967 طبعا اشترك مع عبد الرشيد علي شرمركة فتحالف معه وتكونت ما يسمى بالجمهورية الثانية في صوماليا بصفة عامة، وطبعا كان أصبح رئيسا عبد الرشيد علي شرمركة، وأصبح رئيس وزراء هو محمد إبراهيم عقال، ومحمد حاج إبراهيم عقال أصبح رئيسا للوزراء. طبعا خلال هذه الفترة التي حكم فيها البلاد تبدو أن البلاد دخل في هو نفسه عمل جهدا كبيرا من الإنجازات التي عملها، أنه يعني رغم أن السياسة في ذلك الحين كانت مستقطبة من قبل دولتين العظميين، وكانت القوات المسلحة بصفة عامة، والفكر الذي كان موجودا فكرا شيوعيا أو اشتراكيا، فطبعا وهو ليبرالي محمد حاج إبراهيم عقال رجل تعلم وتشرب الثقافة الغربية، فطبعا يبدو أن هناك بعض المضايقات السياسية التي مثلا صادفها خلال سياساته. إذا ما هي أبرز الإنجازات التي قام بتحقيقها؟ في تلك الفترة، الفترة هذه فترة الوحدة، طبعا حاول بقدر الإمكان أن يعيد العلاقات بين إثيوبيا وجيبوت، الاستعمار الفرنسي الذي كان موجودا في ذلك الحين لديهم، أي طبعا يعني كانت فكره السياسي هو أن يكون هناك ما يسمى بالتعامل كدول جوار يكون بينهم، ومع إقراره بأن حق تقرير المصير للصوماليين سواء كانوا في جيبوتي أو كانوا في كينيا أو كانوا في مثلا في الحبشة، فطبعا هذه سياسته كانت ألا يكون الخلاف على الأراضي يدر علينا بالمصائب والمشاكل. طبعا
هذا يقودني إلى أن أتطرق إلى كيف تعرفت على محمد حاجي إبراهيم عقال. محمد حاجي إبراهيم عقال لم ألتقي به أثناء حياته مع الأسف الشديد، ولكنني اطلعت على تاريخه من خلال كتاب مهم جدا يسمى الحياد الإيجابي. الحياد الإيجابي، وقد كتبه الدكتور محمود توريره في عام 1969، وكانت هي رسالة تخرجه من الاتحاد السوفيتي في جامعة في الاتحاد السوفيتي. وطبعا وقع هذا الكتاب وأنا أدرسه في بغداد. طبعا هذا الكتاب هو الذي جعلني أستشعر بعظمة هذا الرجل وثقافته الله يرحمه. يعني كان بليغا في اللغة الصومالية، وكان بليغا أيضا باللغة الإنجليزية والعربية، يعني كان يجيد الثلاث لغات. ولكن ما ألفت أو استلفت نظري عند قراءتي لهذا الكتاب أن هذا الكتاب كتاب أكاديمي بمعنى الكلمة، ولكنه من حيث وجهة النظر السياسية فكان هو كتاب يعني تقدر تقول عليه كتاب ضد الحكومات المدنية الثلاثة والأربعة الذي أدارت سدة الحكم في الصومال، جمهورية الجمهورية الصومالية من عام 1960 إلى عام 69. لكن كان كتابا موثقا وكتابا أكاديميا فيه الأمانة، صدق البحث وأمانته كان موجودا فيه، مما جعلني تحب هذا الرجل. من خلال أول شيء يذكر هذا الكاتب بأنه محمد حاجي إبراهيم عقال الله يرحمه كان قال أنه يريد الجمع بين الفأر والقطة في مكان واحد، وهذا مستحيل. طبعا أنا عندما كنت أقرأ الكتاب في فترة قد مر عليها أعتقد أنه 20 عاما، يعني أثناء رئاستي للجمهورية الصومال. فطبعا ما استلفت نظري أنه هذا وثق لهذا الأمر بأنه استشهد بالخطاب الذي ألقاه في مأذبة غداء تشريفا لنائب رئيس أمريكا هامفري في 68 طبعا أو في 67 أو آخر 67. فطبعا كتب الخطاب كله، فما استرعى انتباهي أنني لأول مرة أرى رجلا يتكلم عن اليونان وثقافتها، أرسطو، سخيلوس، أرسطوفان، وهم أعظم الشعراء الذين وجدوا في ذلك القرن، يعني في ذلك الزمن، يستشهد بهم ويستدل ببعض حكمهم، ثم يطالب نائب رئيس الجمهورية الولايات المتحدة يطالبهم بأن يتفهموا قضيتين في إفريقيا، قضية الصومال والحبشة وإثيوبيا، وقضية روديسيا جنوب إفريقيا. فقال يعني أنا أستغرب أن دولة عظمى لا تستطيع أن تحل مشكلتين في إفريقيا وأنها دولة عظمى، فهي تسمح لي بأن أعطيها بعض الإرشادات أو النصائح. بالنسبة لقضية روديسيا قال إنه هؤلاء البيض لم يأتوا من السماء، وإنما هم مواطنين وجد آباهم وأجدادهم في هذه المنطقة ولهم الحق، فعلى الأفارقة الذين هم الأغلبية ولهم الوطن أن يتعاملوا سوية ويعيشوا معا وأن تعايشوا معا، وأن يكون الرئيس من الأغلبية وأن يكون الوزراء من الأقلية البيضاء. وهذا ما حدث فعلا، يعني هذا يدل على أنه كان قد سبق الشعب الصومالي والأمة الصومالية قرون، لأن وعيه كان يعني يفكر في ما سيفكر فيه في المستقبل، وكيف تكون العلاقات وكيف تحل المشاكل، ليس بالصراع والكفاح المسلح أو بالسلاح، وإنما هو أيضا بالتفاهمات التي يمكن أن تحدث. هذا من جانب. الجانب الآخر أنه يعني قال مثلا قضية سومالي لاند وقضية الصومال والأراضي المحتلة الصومالية، قال أشهد بأنها حق أنها صومالية وأن الله يعلم ذلك،
وأن الناس تعلم ذلك وأن كل تعلم، لكننا لن نقاتل من أجل هذه الأرض، ولكن الذين سيقاتلون هم أصحابها ونحن ندعمهم سياسيا بحق تقرير المصير. فعندما يحققوا استقلالهم لهم الحق في أن يستقلوا ويكونوا مستقلين عن الصومال وعن الحبشة أو إثيوبيا، ويحق لهم أيضا أن يتحدوا مع من شاءوا كما نحن اتحدنا مع الجنوب، هم يحق لهم هذا. فكان هذه الفكرة طبعا قد ألقى قد حاول بقدر الإمكان أن يروج هذه السياسة، وعملها فعليا في تنزانيا عندما في عروشة ذهب إليها والتقى بالسياسيين من إثيوبيا وسياسيين من جيبوتي وسياسيين من كينيا، يوضح لهم هذه الفكرة. وحقيقة أنه يجب أن يكون ألا يكون الصراع نحن ألا تباد الأرض وتحرق من أجل مثلا مجرد تحرير البلاد. البلاد ممكن أن تحرر بطرق سلمية وبطرق المفاوضات وبطرق أخرى، كان هذه سياسته، وهي السياسة التي نجحت فعلا في عملية في روديسيا. كان إيان سميث رئيسا من ضمن الوزراء الذي كان يحكمهم. من الواضح سعادة محمود أحمد عبسية عضو البرلمان أنك تقدر هذا الرجل رحمة الله عليه وما قدمه للصوماليلاند من مجهودات وإنجازات. لقد حكم البلاد تقريبا 10 أعوام ونصف أو 11 عام. لقد حكم البلاد حوالي 10 أعوام. قام بأعمال كثيرة وعظيمة يشهد لها كافة شعب الصوماليلاند، من بينها الدستور، وهو الذي بدأ بكتابته لدى استدعاء لأحد الخبراء السودانيين من مدينة واشنطن الأمريكية لكي يحضر إلى الصوماليلاند هنا ويكتب الدستور، وبدأ بكتابته حقيقة. وما واجهه من مشاكل، لكنه كانت بصيرته ورؤيته للمستقبل الصوماليلاند أبعد بكثير ما يراه شعب الصوماليلاند، يعني كان سابقهم بأعوام ماضيا في طريق تحقيق النصر للصوماليلاند. ما هي أكثر اللفتات التي قام بها من إنجازات لشعب الصوماليلاند التي لفتت أنظاركم أنتم؟ هو حقيقة الأمر أنه الرجل كما ذكرنا الله يرحمه كان رجلا فذا وسياسيا يتسم بالوعي السياسي المستقبلي للأمة الصومالية بصفة عامة عندما كان رئيسا لوزرائها، وأيضا عندما انتقل إلى بعد ذلك حصلت الكلابس أو انهيار الدولة الصومالية. طبعا هو نظام الحكم السابق الذي سجنه من عام 1969 إلى عام 1980 أو 81-82 كان سجين. أولا سجين في بيته، ثم بعد ذلك انتقل إلى سجن. وطبعا هناك فترة في أعتقد فترة وجيزة عين فيها سفيرا للهند. طبعا هو من ذكائه وحنكته السياسية وأنه حفاظا على تاريخه ومكانته أبى أن يكون لاجئا سياسيا. عندما جاء من الهند برا بعدن كما تروي الروايات، فلما مر بعدن طبعا استدعى الرئيس بعد أن وشي به أو أنهم أرادوا خصومه أن يقولوا له هذا الرجل طالما أنه بعيد عن السلطة فإنه لن تغمض له جفن. فلذلك الرئيس سياد بري طلب منه المجيء، فلما مر على عدن التقى بجماعة فقالوا له ماذا تنتظر إذا ذهبت هناك؟ ما 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 هو في انتظاره؟ قال السجن. قالوا إذن لما تذهب؟ لتأخذ طائرة، عليك أن تأخذ طائرة وتذهب إلى العالم وسيعطونك حق اللجوء السياسي. قال لست بهذه الغباء، أنا إن لي تاريخا هاما في وطني، وأن أكون في السجن أفضل من أن أكون لاجئا وبالتالي تعطى أوامر للكي بي جي أو إحدى الجواسيس لاغتيالي، وبعد ذلك يقولون ذلك الشخص قد قتل وهو خائن لوطنه. نعم. فطبعا كان هذا تعتبر من الذكاء، أنه تحمل السجن من أجل طموح في نفسه، وهو الشخص الصومالي الذي يراه في صوماليلاند لم يقبل إلا أن يكون الأول، لم يرضى
عين وزيرا رفض. وبعد ذلك طبعا عندما انتقل إلى وهي المرحلة الثالثة، وهو مرحلة عجيبة جدا، لأنك ترى رئيس الوزراء في عام 1960 الذي أخذ العلم من بريطانيا وطبعا رحل محميتها، يعود مرة أخرى ليحكم الصوماليلاند من جديد، المكان الذي بدأ منه. هذه أيضا لها قصة نعم. عجيبة، وهو نعم. أنه عندما حصلت الأحداث في مقديشو وتدهور النظام وأصبح الحركات الوطنية وحركات المضادة لسياد بري على مشارف العاصمة، كتب الرئيس سياد بري نفسه يرسل رسالة لعقال ويقول له سأعينك رئيس وزراء، فرد، وهذه وثيقة تاريخية معروفة، فرد عليه بأنه لا يحتاج إلى أي منصب منك، وقال له انصحني، فقال له النصيحة التي وجهها إليك أن تستقل أول طائرة بعد تسلمك لخطابي وتغادر البلاد، وإلا يكون مصيرك مصير أيدي أمين وبيكاسو وجبابرة الإفريقية. فكان صريحا في 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 نصيحته، حتى كان نصيح. فطبعا بعد ذلك خرج من 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 الجنوب وذهب إلى الإمارات العربية المتحدة واستقر فيها فترة، ولكنه الهم السياسي كان فيه بحيث أنه يعود مرة أخرى إلى بلاده. فطبعا أشارك في أول مؤتمر للصومال لتكوين في عرتا لتكوين الجمهورية يعني تضم الجميع، فلما رأى كيف تسير الأمور انسحب منها وذهب. ثم في عام 1993 طبعا الأحداث في سوماليلاند كانت تنضج يوما بعد يوم. ففي عام 1993 انحل عقد أو فترة حكم الحركة الوطنية، وهذه أيضا من الأشياء التي يجب أن تدون في التاريخ، أنه حركة وطنية استقلالية نضالية تتخلى عن الحكم وتعطيه لأولئك الذين لم يشاركوا في الحرب وفي هذا، ما وجد. في إريتريا تجد أنه أساسي أفورغي هو الذي يحكم حزبه الذي قاد النضال. في توبيا أيضا منغستو حيلة مريم كان يقود البلاد، وكذلك الرئيس السابق لإثيوبيا الذي هو أيضا كذلك كان حزبه لا زال إلى اليوم يحكم. لكن الحركة الوطنية الصومالية من الأشياء الغريبة التي يعني هي غريبة في التاريخ، ولكنها ممكن يكون لها نفع في دراسة التاريخ السياسي للحركات، أنها أول حركة تسلم الحكم لمدنيين وشخص آخر. فطبعا في بورما بعد أن انحل المجلس الوطني الذي كان هو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية لحزب SNM طبعا، وكان الوزراء أيضا بالتوافق لمدة سنتين كان المرحوم الله يرحمه عبد الرحمن أحمد علي، كان أول رئيس جمهورية الله يرحمه. فطبعا بعدما انتهت السنتان كان في فراغ سياسي. أنا حضرت في 1991 أو 92 شعرت أن البلاد يعني رئاسة الجمهورية فقط هي اللي موجودة، مجلس الشعب مش موجود. أنا ذاك 91 حقيقة 92 ففي 93 كنت يعني أتصور يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشعب، وأيضا الشعب نفسه وطبقاته المختلفة وفئاته المختلفة يعني هي التي أدت إلى أن يتكون. كان هناك مجلس يسمى مجلس الشيوخ، وكان هو يلم يعني يرأب الصدع بين القبائل المختلفة والمشاكل. هذا حضرت أنا ذاك 91 كانت البلد لم تكن بلدا، كل شيء يبدو جديدا أو بداية تكوين بلد. طبعا ننتقل الآن. فهو عفوا يعني عندما 1993 لما هو المؤتمر الثاني لأعيان وسياسيي ومشايخ ووجهاء سوماليلاند التقوا هناك، وكان يقودهم في هذه الجلسات هو مجلس الشيوخ. فمجلس الشيوخ بعد ذلك عمل الانتخاب وانتخب
محمد حاج إبراهيم عقار رئيسا لسومالا هناك عام 1993 بعد المرحوم ثم جدد له في المؤتمر الثالث الذي عقد في أرجيسي 1997 تم تجديد فترة رئاسية أخرى. طبعا من أهم الإنجازات التي قام بها هو تكوين الدولة نفسها. نعم. يعني الدولة من الصفر, من الصفر إلى نعم. يعني أول حاجة عملها هو الاستفتاء على الدستور, كذلك كما ذكرت أكثر بمقابلة أخرى في الأسبوع الماضي ذكرت أن أهم إنجاز عمله سومالان لتحقيق الاستقرار والأمن هو إصدار قانون نزع الأسلحة من المشية. نعم. هو سببه جيش نظامي. 1900 أيوة جيش نظامي. كانت 1995. نعم. فهو استطاع أن يجنب البلد من أن يكون صراع أهلي أو الحرب أهلية بين القبائل المختلفة الحاملة للسلاح. فكان هذا هو القانون الرئيسي الذي سيطر فيه على زمام الأول. ثم بعد ذلك شكل الوزراء مجلس الوزراء كما أنه تكون في عهده مجلس النواب نفسه. نعم. فمجلس النواب ساعده في إصدار القرارات لأنه رجل دولة, هو محنك معروف بحنكته السياسية, وقد أدار صوماليا في 67 إلى 69 استطاع من خلالها أن يرسي دعائم الدولة القوية لولا الانقلاب العسكري. والانقلاب العسكري كما أظن ما جاء إلا ليقصيه عن هذا المنصب. هو كان في يوم تم اغتيال عبد الرشيد علي شرماركي في لاس عانوت كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وعمل اتفاقيات وحصل على دعم مالي تقدر بسبعة أعتقد أنها 17 مليون أو كذا, ما متأكد من الرقم, لكنه لكي يتم استصلاح الأراضي الصومالية ما بين النهرين. طب لو سمحت لنا نود أن نسألك بما أنك خبير في ما حققه أو ما قام به الرئيس الراحل محمد حاج إبراهيم عقال عن نقطة هامة فقط طيلة حكمه بالصوماليلاند. عاش الرئيس الراحل بأثناء حكمه للصوماليلاند التي تعدت العشرة أعوام, هناك كان فترة قرر فيها التقرب من الدول العربية وقام بزيارة حقيقية إلى مصر آنذاك تقريبا عام 96 أو 95, وكانت هي المرة الوحيدة, وتعاون معا حيث قدمت مصر آنذاك عدد من المدرسين الذين ما زالوا يعملون حتى الآن, وعددهم تقريبا تعدى 200 معلم ومعلمة, وأمر بمنحهم رئيس الراحل أمر بمنح هؤلاء المدرسين والأطباء المصريين منازل وسيارات لكي يعيشوا هنا بالوطن للإدلال على الأمن والسلام. كيف كانت علاقته بالدول العربية خاصة آنذاك؟ حقيقة الأمر أنه علاقته بالدول العربية كانت يعني هو كرئيس جمهورية ما كان يفضل أن يذهب إلا بزيارة رسمية يأخذها من الحكومة نفسها, الحكومة التي سيزورها. يعني كانت له خاصية بروتوكول. ما يسمى بروتوكول. يعني رئيس جمهورية هو رئيس جمهورية. أيوه. رئيس جمهورية هو رئيس جمهورية, يجب أن يقابله رئيس الجمهورية نفسه عندما يذهب إلى مكان آخر. فلذلك لم تكن سفرياته كثيرة لهذا الأمر. قال إن لم يكن إن لم يقابلني رئيس يعني يكون ندا لي لن أسافر. لا, يقول لن أذهب إلى تلك البلد. البلد هذا يجب أن تعاملني كرئيس. فكان هذا من الأشياء التي يفتخر بها سومالاند أن هناك رجل يعني يتعامل مع الآخرين بالند. نعم. بالندية. نعم. طبعا هذا جلب له تشجيع. يعني كما نذكر الدول العربية ذهب إلى اليمن وأنا كنت هناك مدرس فيها. نعم. فطبعا ذهبنا إلى زيارته, كان الله يرحمه وزير الخارجية آنذاك رجل معروف لدي يعني من الرئيس وزير الخارجية نفسه. فذهبنا إليه للزيارة نحن كجالية أو مدرسين. لا مدرسين أو كجالية سومالاند هناك. فطبعا يخبرنا أنه الرئيس
يعني هو في ما تقابله أسألوا أي سؤال أنا أجوب عليكم. فنقول له نريد الرئيس. قال الرئيس في انتظار رئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية إلى أن أتى رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح أرسل عبد ربه منصور وكان نائبه إلى المطار، ثم استقبله استقبال رسمي ونزل بشيرتون، يعني استقبال رسمي. نعم. هذه كانت طبيعته، وذهب إلى مصر بهذا الصفة. لكن عندما نرى الحالة السياسية التي كان العرب لا زالوا والدول العربية لا زالت تؤمن بالوحدة وهي ليست وحدوية، على الأسف الشديد أنها تطلب الوحدة من الصومال وهي دول متنازعة ومتخاصمة، وطبعا 15 دولة عربية موجودة. سعادة محمود أحمد أبو سيلة، لو سمحت لنا أيه. هناك نقطة أخرى نود الحديث فيها عن لا هو في مصر، في مصر صدر. بالنسبة لسؤالك أنت هذا مهم جدا، يعني علي هو خطب بعد عودته من هذه الزيارة من مصر واليمن، عاد وخاطب مجلس النواب، أقصد البرلمان بمجلسين، وكان من ضمن كلامه أن اليمن هو الصومال، نحن وهؤلاء نحن ممكن نتفق، لكن رئيس وهي ليست سرية، يعني هو ألقى الخطاب في فقال لهم، يعني مثلا علي عبد الله صالح في ذلك الوقت قال له نحن مستعدين نضمن أن نلقى التأييد لكم من قبل الدول العربية كلها إلا مصر. مصر يذهبوا إليها و هي تتعامل معها وهي الزعيمة في العالم ومعروف. فذهب إلى مصر، لكن مصر لم تتجاوب مع فكرة الانفصال، لأن إذا في لها جوانب تحبذ ألا تكون هناك انفصال. طبعا هذا الفكر، نحن في العرب في 1900 دول العربية 1958 تم الاتحاد بين سوريا ومصر. نعم. ثم بعد ذلك في عام 1960 حلت هذه الوحدة. طبعا حلت هذه. وحلها الرئيس جمال عبد الناصر نفسه بقرار من عندي، لأنه علم أن هناك ممكن يؤدي هذا إلى أن يتصارع العبر فيما بينهم. العربي نعم. سوريا ومصر. بينما هو جناحي الشرق والغرب للأمة العربية. فطبعا فضل أن يكونوا مستقلين على أن يكونوا متحدين ويشعرون بالغبن والظلم. هذا يعني هذه الفكرة التي كانت عند الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه كانت فكرة طبعا صائبة، وهي يجب أن تسري على الدول التي الآن الانفصال فيها أو الوحدة ليست حتمية، وإنما هي نتيجة ظروف موضوعية وذاتية. كلما جاءت الفرصة للوحدة يتم الوحدة، ما في فرصة للوحدة لا يمكن أن نجبر أحدا على أن يقوم بالوحدة. نحن في عام 1960 ذهبنا إلى الجنوب، كانت هناك عوامل أدت إلى ذلك وهناك عوامل أدت إلى الانفصال، وبالتالي يجب أن يتفهم العالم ومنهم العالم العربي أن هذا الانفصال ليس معناه العداء مع إخواننا في الجنوب مثلا، أو مع إخواننا في جيبوتي، أو مع إخواننا في القسم الصومالي في إثيوبيا أو القسم الكيني، كلهم إخوتنا ونتكلم بلغة واحدة، إنما هي الظروف التي أدت هذا. وطبعا الانفصال كان لصالح الأمة الصومالية. العالم ما يتفهم العالم أنه هذه كانت إنقاذ لجزء من العالم من الصومالي لاند الأمة الأمة الصومالية كلها. يجب أن تشعر بالفخر أن صومالي لاند استطاعت أن تجعل من هذه المنطقة منطقة مستقرة آمنة فيها الأمن والاستقرار. لأنه في حالة أنه هذه مثل مقديشو كانت أحيانا الآن اليونس موجود فيها والانقسامات موجودة والقبائل يتصارعون فيما بينها، لكن هذا لحسن الحظ هنا في أمن واستقرار، مما يؤدي إلى إخواننا حتى في الجنوب يأتون إلى المنطقة عندما تتأزم الأمور في الجنوب. نحن نرجو لهم الكل خير، لكن يجب أن يفهم العالم بأننا لسنا دعاة حرب أو دعاة إبادة أو شيء من هذا القبيل. نحن بعيدين عن هذا كل البعد. سياستنا هي سياسة الحوار. طبعا في البند السادس من دستورنا يحدد
أنه يجب أي مشكلة تقوم يجب أن تكون بالتفاوض وبالحوار السلمي الذي يجب أن يقود إلى أمن واستقرار. مرحلة أخرى في حياة الراحل محمد حاج إبراهيم علي رحمه الله، وهو لدى عودته من مصر وبعد فترة وجيزة قرر عدم التعامل مجددا مع الدول العربية، وقرر التقرب من الدول الأوروبية، حتى في إحدى خطبة نوه عن تقربه من دولة إسرائيل آنذاك. ما رأيكم وما هي؟ والله لا حقيقة، هذه أصلا ليست حقيقة، وإنما هي عبارة عن افتراءات على محمد حاج إبراهيم عقار. لم يكتب رسالة أبدا إلى 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 إسرائيل، ولم يطلب منها أبدا شيء، يطلب منها المساعدة والعون. طلب منها مساعدة أو لا؟ ما طلب منها أي شيء، ولا الاعتراف بسومالان، بل أنه كان يعاملها على أنها محتلة لأرض عربية. هذا تجده في خطابه الذي هو في 7 أكتوبر 1969 كان في الأمم المتحدة يخطب، فمن خطابه وجرأته أنه في الأمم المتحدة يعلن أن إسرائيل محتلة لأرض فلسطينية، والفلسطينيين لهم حق تقرير المصير، إلى جانب أنه ذكر في تلك الخطبة أيضا موقف العالم من الصين. كانت الصين بعيدة عن الأمم المتحدة ولم يكن لها يعني عضوية، فقال كيف يعقل أن يكون ملايين ليس لهم عضوية من الأمم المتحدة؟ إذا الأمم المتحدة ستفقد مصداقيتها إن لم يكن الصين جزءا من المنظمة، وهذا مما أدى إلى إعادة النظر في وجود الآن، لأنه كانت تايوان هي العضو بينما الصين الكبرى العظم كانت بعيدة. فطبعا هذه من الجرأة السياسية، أنه في تلك اللحظة يعني ما يتفوه بها إلا رجل واثق من نفسه وصادق في تعبيراته. وهي قضية مفربكة وقضية غير حقيقية أن الرئيس محمد حاج إبراهيم عقار أرسل رسالة إلى هذه الرسالة مزورة حقيقة. نحن كنا في اليمن نشوف حتى من خلال الخطاب الذي أرسله محمد حاج إبراهيم عقار، إذا أرسل خطابا أول شيء يكتبه باللغة الإنجليزية، لا يكتبه باللغة العربية، ويتعامل أيضا أنه من خلال يعني سومالان ما كان فيها تلكس ولا فيها فاكس ولا فيه ولا تلفون ولا شيء، مع ذلك كان علاقته بالعالم والتواصل معها شيء عجيب. رجل دولة بمعنى الكلمة. حديثنا عن المرحوم الراحل محمد حاج إبراهيم عقال لن ينتهي، لأنه فعل الكثير صحيح للدولة وللوطن، عزة كرامة وصيانة له واستقرار وأمن. لن نطيل عليكم أكثر من ذلك، ما هي الكلمة التي تود أن تقول لها لتختم بها هذه الحلقة عن الراحل محمد حاج إبراهيم عقال؟ حقيقة هو يعني طبعا نحن في ذكراه 15 لوفاته، طبعا يهز في قلبنا أن نفقد هذا الرجل العظيم، ولكن الأمهات سوماليلاند لم تعقم من أن تلد مثله، وسوماليلاند فيها أمهات سيلدن ومثله، وكذلك هناك رجال وطنيون حريصون على أن يكون هذا الوطن وطن وأمن واستقرار، وطن وحدة بين قومي بين شعوبه وقبائله المختلفة. فطبعا ما أرساه هو الواجب علينا، أن ما أرساه من قواعد متينة للدولة أن نراعيها ونحافظ عليها. هذا واجب دولة، سواء كان مجلس نواب أو كانت حكومة ورئيس جمهورية أو كان المحاكم التي هي المؤسسة الثالثة، فكلنا يجب أن نعمل، والشعب نفسه يجب أن يعمل من أجل هذا. هذا بصفة عامة، ما عمله لنا يجب أن لا يذهب هدرا، يجب أن نحافظ عليه بقدر الإمكان، وطبعا نستميث في الحصول على هذا، لأنه هو يعني الله يرحمه يعني كان حريصا على أن يجعل مؤسسات الدولة تعمل وفق أعلى مستوى للنظام الدولي والعالمي. فطبعا نحن نقول بالنسبة لهذا في التوجيه للشعب والدولة،
أيضا التوجيه لأقاربه طبعا نطلب من الله طبعا هو 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 وحيد أبيه. نعم أعلم. وله 5 من أبنائه وطبعا هنا في أكبرهم أعتقد قد توفي قبل فترة قبل أيام إبراهيم أي شيء. فطبعا هؤلاء أيضا سيعملون، نحن نطالبهم بأن يكون التاريخ الذي تركه أن يكون يعني واضحا للشعب وأن يقدموه كل ما كان من له، لأنه هو ثروة وطنية. مفروض يكتب كتاب عن تاريخ حياته. تاريخ حياته تكتب لكنها بشكل مشتت. الدولة يجب أن تدعم أن يكون له كتاب خاص يتناول سيرة حياته. كذلك يجب أن يكون من الأشياء التي مثلا يذكر بها أن تكون له مثلا متحف خاص يسمى مثلا من التشريفات. شرفنا أن أعطينا مطار هرقيسة، هو الآن مطار عقال. فطبعا هذا جزء بسيط، لكن الجزء المهم الذي يجب أن أذكر الحكومة والشعب وكل الناس أنه في أثناء هو رجل سخي في بالنسبة للوطنية. من 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 عباراتي أنه قال السياسة تعطى مالا لا يجبى منها مال. هذه كانت من الحكم العظيمة. ولذلك واحد من أصدقائه عندما كان شابا باع سكة كاملة، يعني أكثر من 10 منازل باعها من أجل القضية الوطنية ودعم تحرر صوماليلاند. فماذا فعل في هذه القله؟ أنت مسرف أو مبذر، والمبذر للمال والنقود. قال له هذه النقود التي تعتز بها أنت، أنا أتمنى فقط أن تكون صورتي فيها. أخي المواطن أختي المواطنة، نشكركم على حسن وطيب المتابعة، ونتقدم أيضا بالشكر لسعادة محمود أحمد أوكسية عضو مجلس برلمان الصوماليلاند وحديثه اليوم الشيق عن ما قام به الرئيس الراحل في ذكراه 15 على رحيله، والتي ستوافق غدا حيث توفي المرحوم محمد حاج إبراهيم عقال في 3 من شهر مايو عام 2002 بجنوب أفريقيا تحديدا مدينة بروتريا. نشكرك سعادة محمود أحمد أوكسية على هذه الحلقة. شكرا على واجبنا هذا إن شاء الله. وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر إلى كل من قام بالعمل معنا من التنسيق وراء الكاميرا، كل من محمد عبدي وغرباني. وهذا أحمد حسن آدم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.